شنو هي أراض اللي للحيوان المريض الخاص؟ أولا الحيوان المريض لا يعود دائما ما يتحرك، قطرته يعود بارد، يعود مدنكس، يعود خناين وماشي، يعود يكيحس من مرة، يعود درجة الحرارة انشاف عليه انه درجة الحرارة طالع، وعليه انه مودي ما يقدي قطر، قطرته يعود دائما ما هو مسقى. هذا من أراد الدي وش من وراء يعود مودي فيها، يشوفه دائما فيه دفلات مانع. هذا من الأراد الدي لين يشوف حد في الحيوان يعطوه دا يبلغ عنه، يعود عينين ماشي منه دموع، الخناين ماشي، والفم ماشي منه دمع. هذا كامل من أراد اللي يدد إلى المرض الكبرى، معناه أن يعطي حد يعود يعس منه يعطي يبلغ مودي هنا يشوف الأعراض يعطي يبلغ البيطارين. زايدة على أراد رجلنا كاملين بيش مول مهم، بأن زايدة كامل شفته ماشي سارح، هو التالي ما يجي من الحيوان يتبقدو حد دائما، لين يمشي دائما يجبرون لأنه إنه ما وصح، لأنه لين قد ما وصح لا يقدر يتقدم، لا يجي هو اللي متأخر، والله قام ما يتفق مع الحيوان، معناه إنه مساعد زايدة ما تمشي مع الحيوان في الوقت المناسب، معناه إنه بمشي ما هو طبيعي. أنا ملاحظ علينا في المرض والله بمشي يعطوا خرس ذاك الوقت، يعني تفقد حد يعرف إنه هذا يعطوا لا يداوى ويبلغ مودي حد بها وجهات معينة اللي هو البيطار. جايحة الحيوان كامل يجيد جايحة من عند البقر القنم البد كل شيء تعرف من الحيوان، حتى رواقيش الأقبار جايحة، ولكن الجائحة عندها الأسباب. الأسباب دائما بليدة مطاط الماء، كيف بليدة فيه الماء كامل يكثر فيها يكو ذرع زمت جائحة وعليه ربيع، وخالق أشكال من جائحة. جائحة في البدن دائما تنجبار في المجبن، يعود كيف تخنوش تحمر حمر ياسرين يقلبوا المجبن اشي من يطيروا قاعد الحيوان، لكن شكل من الجائحة. وخارج شكل ثاني يعود في الكبدة، دائما تشوف القود وارب، لان تشوف القود وارب لكن مالي من اشكال الجائحة جائحة الكبدة. ونين لاحظ هذا اراد خارج شيء قاعد حب الجائحة يقبل احد ويقبب هذا الزايدة، العاد زايدة كبيرة تنداد لها حبة بعد 7 أيام يعدوا له حد، العاد زايدة صغيرة مودين على الحبة لأن تبود 7 أيام ينعدل له حب، ذاك يقتل عنه ذاك في البدن، هي اللي تعاونه كان يستنفع من الخريف. وعادة يعطي كل حد كل منمن في زمن الصيف عقاب الصيف يعدل العملية، يتم يعطي حب جائحة الحيوان عقاب الصيف وبداية الخريف. هذا موجب شنو؟ لأن عقاب الصيف يعود فمشي من مدات فما تعب البدن. النفاخ تعود أصلا من 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 ربع، ولكن النفاخ دائما يعود زر العسل هو ينفخ دائما، والأساس فيه حد يقبض السقة التالي يقعرها بالموس، والله يعيط البيطاري عنده عملية عدلها مودي يمشي عنه النفاخ. النفاخ الثاني من ركل والله شيء لأن يوكل الدابة خالق شمال الدوية ينسق على الكتوب مودي يوفي عنهم وياك النفاخ. النصايح عندنا ياسم، النصايح اللي قد نقول لكم توما كمنمين، الحيوان فار على حد ينطور يتم يخرصه ذاك اللي يطلع فيه يوميا، لا شاف الشي ما هو طبيعي دائما يعطوا يتكلم مع بيطاري. الأعراض اللي شاف الحيوان كان يقدر يقاف في الوقت المناسب، هاي أول شيء. ثانيا احنا شفنا ياسر من مراد برك فيه طراح، والطراح اللي موجودة فيه شي من المراد يتحول من
حيوان جسد إنسان، معناه يعطينا تحفظه، تحفظه باسم حاله بينه قبله. هذا طرح اللي طرح كامل دي جاي منه كامل، ما مسوا بيدينا وليا مسينا مدي نسقول أيدينا بالصابون، وذاك اللي طرح كامل نشهر القار نردموه. باش معنا كثروا هذه المراد اللي موجودة لأساس، لأن اكدوا لكم ودوركم ودي تطرحوا البال. حد عنده بقرة ناتجة بقرة معلومة زينة يعطي الدعم، ولا منين نشوفوا شوي من شيء ملاحظة على البقرة تعرف لنا على صحته، يعطي ذاك الوقت باشر يتكلم مع البطارة. لياش لأجلاش لأجل إن يقدي صيفة يداوي بها البقرة اللي لزمينة لقالية يحافظ على صحته وعلى حياته. Thank you.